الكلام ديال السي الباكوري ما ردش عليه لسبب بسيط، هو انه لحد الان باقي ما خبريش بالعداله الضميه مشى كي يخطب الود ديالو باش يتحالف معاه في التشجيع. واذا اللي تيقولوا المضاربه العزبه غير قولي الخير من العزري تزوج تزوج. وانا مازال بغيش نرد على السي الباكوري لان راجل لطيف واخا هو ما عنده علاقه بالسياسه ابراهيم بخصوص زعما جيء به هناك فهمتي، ولكن مادام هو كيدير لنا الخطوط الحمراء ما ينتظرش مني اننا نبقى ساكت بزاف. شباط كيشكك، قول لي شي حاجه ما تيشككش فيها شباط. شباط يشكك يوثق يعني يبني يهدم يعني يحفر البحار والاباري كيدير كل شيء وحجوبة الزمان.